ريحة أراضينا يا ريس، سدت روايينا يا ريس، أنت الحامينا يا ريس، وأنت حرامينا يا ريس، ريحة أراضينا. جبران؟ جبران خليل جبران؟ يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا بجبران. لك يا سندي يا ابن بلدي، قلت لي لو لم يكن لبنان وطني لاخترت لبنان وطنا لي؟ لي 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 ليش؟ ويها ويل لأمة مش قادرة تلم زبالتها، ويها ويل لأمة زبالة بالشارع زينتها، ولي لي 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 ليش؟ يا عمي الدول الأوروبية مستقطلين تياخدوا زبالتنا لأنه من زبالتنا بيطلعوا مصاري، إيه مش مثلنا بيدفعوا مصاري قد بقر الجحل لمعالجة الزبالة، وبدل ما نعمل مناقصة بنعمل مزايدة بتربحنا مئات ملايين الدولارات، والناس بتصير تشتغل. القزاز والبلاستيك والتانك والورق بيدورون تيرجعوا يستعملون، وباقي المواد بيستخدموها تيشغلوا الكهرباء. لك يا عمي يا عمي أبسط الأمور، كل عمرهم جدود 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 جدودنا يعرفوا أنه بقايا الأكل والمواد العضوية بتم تسبيخهم، ومثل سواد البقر والحمير يستخدموا كسواد للزراعة. تعرفوا ليش مش عم بيلاقوا الحل؟ لأنه دودو من عودو، وبالنهاية أخوت يحكي وعقل يسمع. حتى الأخوت حكي عن الحل، فيما النفايات بعدها عم تتراكم بالشوارع، فقصدنا العاقلين في المجتمع اللبناني تنستمع للحلول يلي عم يشتغلوا عليها، وكانت جولة بأحد معامل تدوير الورق في لبنان. ما بقى اسمها نفايات، اسمها مخلفات، لأنه صار لها قيمة والبلديات دي مصدر رزق لها. عم نطالب كصناعيين باستراتيجية تامة شاملة لمعالجة النفايات الصلبة، أول شيء الفرز، تشجيع الفرز إن بالمصدر إن بالبيوت أو بمراكز فرز. اثنين التدوير، تفعيل التدوير هو قطاع فاعل ونشيط جدا بلبنان حاليا، يعني نحن المطلوب نحافظ عليه، المطلوب أنه بالإجراءات الجديدة ما نقضي عليه. وقطاع التسبيخ كمان في أشياء موجودة وفي أشياء بتتطور وبيقدر لبنان يستفيد منها، وما تبقى يمكن استعماله لتوليد الطاقة بعدة طرق تبحث. نحن اليوم كقطاعات معنية بالتدوير عم نستقبل كل المخلفات اللي ممكن، يعني من كرتون وبلاستيك، وهذا من ناشد البلديات ونحن على استعداد حتى نروح نجيبه وعم نشتريها، وعم نتعاون مع جمعيات المجتمع المدني يلي كمان عم تقوم بدور ناشط لحتى نعزز الحلقة كلها سوا. اليوم يعني ضروري كلنا سوا نشتغل مع بعضنا لحتى هالموارد يلي عم تبين كأنها زبالة وعم تضايقنا تكون مصدر رزق لنا ولأولادنا.